حكايتي مع الحاج مرسي. الشيخ حامد اسمي هو فرغلي، وطبعا لا داعي للسخرية من اسمي، فوالدي هو من أصر على إطلاق هذا الاسم علي منذ مولدي، وقد سبب لي هذا الاسم الكثير من الحرج طوال حياتي، لأن كل من يسمع الاسم يعتقد أنني تربيت في المذبح أو يظن أنني أحد المسجلين خطر في دوائر الأمن. والذي يغيظك أن شقيقي يدعى سامح وشقيقتي الصغرى تدعى رغدة، فلماذا سماني والدي سامحه الله فرغلي؟ المهم أنا الآن في المرحلة الثانوية، وقد اعتدت من شقيقي الأكبر سامح النصيحة دائما، ولكنني في الغالب أضرب بكلامه عرض الحائط، بالرغم من رغبتي في العمل بنصيحته والتي تكون صحيحة غالبا. يا فرغلي قم صلي في المسجد، كانت تلك العبارة من أخي وهو يقولها لي برفق، وأذان العشاء يتردد في المسجد القريب من بيتنا. حصلها هنا. يا فرغلي مستحيل يكون المسجد جنبنا وانت عايز تصلي في بيتك، انت عمرك ما رحت المسجد اللي جنبنا حتى علشان تصلي صلاة الجمعة. ما انا بصلي في مسجد تاني. طيب ما تصلي كل الصلوات في المسجد اللي جنبنا وانت تاخد ثواب كبير. كانت تلك المحادثة هي الالف على ما اتذكر، والتي ينصحني فيها بالصلاة في المسجد، وكنت دائما اتهرب منه وهو ما زال لي ناصحا. في اليوم الذي تلا تلك المحادثة كنت عائدا من عند احد اصدقائي، فمررت على مسجد السلام الذي بجوارنا، وكانت صلاة العشاء قد أذن لها وقربت إقامة الصلاة، ففكرت في نفسي أن أدخل لأصلي العشاء بالمسجد، ولكني لن أرى شقيقي اليوم لأنه سيبيت الليلة في العمل، إذن فلأدخل. توضأت ولحقت بالصلاة في الركعة الأولى، وبعد انتهاء الصلاة وقد خرج معظم المصلين من المسجد، رأيت شخصا يقترب مني، كان طويلا مهابا ويلبس جلبابا وعباءة وتلفيحة، أعطته مظهر تجار المخدرات في السينما المصرية. جلس هذا الرجل بجانبي وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقلت وعليكم السلام ورحمة الله، أعتقد أنك فرغلي، قلت بالضبط، وأنت تعرفني؟ ابتسم الرجل بهدوء وقال لي طبعا عارفك كويس، ده انا استنيتك كتير كتير قوي، في خدمة عايزك تعملها لي، بس قبل ما اقولك عليها عايزك تستناني هنا الاول. استناك؟ هو انت مين اصلا؟ نظر الرجل في عيني بحزن وهو يقول انا الشيخ حامد امام المسجد، اصبر بس وانت تعرف كل الحياة في وقتها. ثم قام الرجل من جواري ودخل بين المصلين الذين انتهوا من الصلاة وينوون الخروج، لقد اختفى بينهم بسرعة غريبة حتى أنني لم ألاحظ كيف اختفى من أمام ناظري بكل تلك السهولة. انتظرت طويلا حتى خرج جميع المصلين من المسجد، ولم يبقى غيري أنا ورجل عجوز يبدو أنه قد تطوع لخدمة المسجد، حيث أنه يرتبه وينظف أي شيء فيه، وقد قام ببعض الأعمال ثم جلس يقرأ القرآن بجانب منبر المسجد ويرتدي نظارة طبية قديمة للقراءة. أعتقد أنه يخجل من أن يطلب مني أن أرحل من المسجد، فجلس ينتظر رحيلي بهدوء. مرت ساعة ولم يأتي الشيخ حامد كما قال، فقمت من مجلسي وذهبت باتجاه الرجل الذي يجلس يقرأ القرآن وقلت له السلام عليكم يا حاج. وقف الرجل عن قراءة الآيات الكريمة ثم نظر لي وهو يبتسم وقال وعليكم السلام يا ابني، أنا شايفك قاعد من بدري كأنك مستنى حاجة، خير يا ابني؟ الحقيقة الشيخ حامد كلمني وقال لي استنى هنا وأنا قاعد مستني. الشيخ حامد مين؟ الشيخ حامد الإمام بتاع المسجد، هو قال لي إنه الإمام، مش كده برضه؟ تغيرت ملامح الرجل وهو ينظر لي وكأنه ينظر لشخص عبيط وقال انت اكيد غلطان،
لان امام المسجد اسمه الشيخ رأفت، وهو خلص صلاة ومش على طول. انت ازاي ما شفتوش؟ اصل كنت بصلي في الصفوف الاخيرة. امال من الشيخ حامد ده؟ هنا نظر لي العجوز بقلق ثم قال: قل لي انك الاول مش بتستهزأ بي. اسمعني يا ابني، انا عارف الشيخ حامد كويس من سنين طويلة، ولكن عايزك توصفه لي احتياطي. كان طويل قوي ولابس عباية وجلبية ولون وشه ابيض وشعره اسود في كام خصلة بيضة كده على الجنب، تعرفه؟ اتسعت عينا الرجل العجوز وهو يسمع وصفي، ثم اخذ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرا. بالطبع لعب الفأر في صدري تلك اللحظة. لماذا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ارجو ان يكون ما افكر فيه ليس صحيحا. هنا تكلم الرجل بعد ان ابتلع ريقه: انت وصفت الشيخ حامد صاحبي القديم اللي انا تربيت معاه وانا صغير، وكان امام المسجد ده لفترة طويلة، لكنه ما بقاش امام من يجي 10 سنين. ها ليه؟ من الصعب عليه يا ابني ان هو يبقى امام وهو متقطع حتت صغيرة، من الصعب عليه ان هو يعيش حياة طبيعية وهو ميت اصلا، خبطته عربية نص نقل من 10 سنين ومات الله يرحمه. هل قال لك احدهم قبل ذلك اني فرفور؟ يبدو انني صرت فرفورا بالفعل، فمجرد ان سمعت اخر عبارة لم ادري بالدنيا وقد فقدت وعي. الحاج مرسي: اين انا؟ لقد استيقظت في مكان يشبه المستشفيات التي اراها في الافلام القديمة، بعد ان تثاءب وقمت بكل ما يقوم به الشخص المستيقظ من النوم. نظرت حولي بدهشة، انا اركض على فراش ابيض في غرفة تشبه العيادة او غرفة الكشف بالمستشفيات، فقد كان هناك مكتب وسماعة ملقاة علي، وانا على ما يبدو كنت اركض على فراش الكشف وبجانبي محلول ما معلق وموصل بذراعي. فجأة ظهر امامي شبه الشيخ حامد وهو ينظر بعين ثابتة لي. بحق الله لقد ارتعدت فرائسي وبدأت بالانكماش حتى خرجت مني صرخة كالفتيات، وانا اقول لهذا الشبح بصوت مبحوح: ابعد عني، ابعد عني يا كابتن، انا عرفت الحقيقة، انت شبح زي بتوع الافلام. انت عايز مني ايه؟ انصرف، انا في عرض الاسياد. ظهرت معالم الخوف على ذلك الشبح وتراجع للخلف، ثم جرى من امامي فجأة. هنا سمعت اصوات كثيرة تتكلم خارج الغرفة، ثم سمعت باب الغرفة يفتح واصوات اقدام تتجه ناحيتي وهي تقول: متأكد يا دكتور ان علو سليم؟ ظهر لي اخي سامح وهو يبتسم وبجانبه شخص اعتقد انه الطبيب الذي كان يحدثه. اخيرا صحيت يا اخي، مهلك، ايه اللي حصل لك؟ كانت تلك العبارة من شقيقي وهو يبتسم لي، كانت رؤيته قد ابعدت الخوف عن قلبي. هل يعقل انني كنت اتكلم مع رجل ويقول لي انه الشيخ حامد ثم اكتشفت انه ميت منذ سنين؟ يبدو انني داخل قصة رعب الان، ولن يبقى الا ان يطاردني هذا الشبح باقي حياتي وانتحر في النهاية. ايه اللي حصل يا ابني؟ الدكتور قال انك عندك هبوط حاد، حصل لك كده ازاي؟ كنت سأبدأ في روايتي ما حدث لي لولا رؤيتي لشبح الشيخ حامد يظهر مرة اخرى وهو ينظر لي بثبات من خلف اكتاف شقيقي والطبيب. بالطبع لن يروا وسيتهمونني بالجنون والتخلف اذا قلت انني اراه الان. هذا ما يحدث في الافلام دائما، ولكن ما حدث هو اخر ما توقعته حين قال لي شقيقي: لولا الشيخ حامد لك في الجامع مغمى عليك وجابك هنا واتصل بي كان زمانك في خبر كان. ثم نظر هو الطبيب باعجاب للشيخ حامد الذي يقف خلفهم والذي ابتسم للدكتور. شبح الشيخ حامد لم يختفي كما يحدث في الافلام، هذا شبح ليس من هواة الافلام القديمة، ولكن كيف يراه شقيقي والطبيب؟ ولكن يا دكتور انا شكك في قوى العقلية،
أول ما شافني صرخ وقال عليا إن شبح وإنه عارف حقيقتي. أنا شاكك إن في حاجة غلط. هنا نظر الثلاثة لي بشك وكنت أنا أنظر لهم ببلاهة، وقد تدلى فكي بغباء واضح. أنت مش ميت يا شيخ حامد من حوالي 10 سنين؟ فالله ولا فلك يا أخي، ميت إيه بس؟ من حي ورزق هو قدام، إيه التخريف دي؟ فتكلم شقيقي. ميت إيه؟ الشيخ حامد إمام مسجد السلام. أنا كنت وصيته لما يشوفك في المسجد إنه يدعوك للصلاة والتدين ويديك كتب دينية علشان تفيده. والراجل أول ما شافك قال لك استنى علشان يروح يجيب الكتب من بيته ويرجع يكلمك ويقعد معاك. رجع المسجد لقاك مغمى عليه، نقلك على هنا على طول وكلمني على موبايلي علشان أجي. إيه اللي أنت بتقوله بقى دلوقتي؟ كانت الأفكار تتصارع في مخيلتي. إذن قد كذب علي الرجل الذي قابلته أمس والذي قال أن الشيخ حامد قد مات. فتكلمت قائلا أنا قابلت رجل عجوز في المسجد، أعتقد أنه خادم المسجد لأن لقيته بينظف وبيرتب المسجد. الرجل كان صوته مفحوح شوية وهو بيكلمني، أعتقد أنه قصير شوية ولابس نظارة. قال لي أنك مت من 10 سنين في حادثة موتوسيكل، أقصد عربية نقل. تدلى فك الشيخ حامد وهو ينظر لي ثم قال أنت بتتكلم على الحاج مرسي؟ مستحيل الحاج مرسي يقول عليا الكلام ده لأنه صاحبي من سنين طويلة. ما هو قال برضو أنه صاحبك من وانتو عيال، مستحيل يقول الكلام ده عليا. الله يرحمه بقى، كان طيب والله، أصله مات من سنة بالسكتة القلبية. بس أنت أكيد شفته من سنة ولا حاجة، أيام ما كان خادم المسجد زمان قبل ما يموت، وتخيلت من التعب انك شفته تاني. الله، مالك يا فرغلي مالك؟ ووشك قلب لون اصفر كده ليه يا فرغلي؟ فرغلي الحق يا دكتور، ده اغمى عليه تاني.